وقع الفريق اول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفه وزير الداخليه والسيد اوليفييه ميشيلون نائب الرئيس التنفيذي لشركه ايرباص هليكوبترز للاعمال الدوليه عقد شراء طائرات هليكوبتر متعدده المهام h 145 ويتم بمقتضى ذلك تطوير القدرات الفنيه والتقنيه في طيران الشرطه في ظل ما يتمتع به من امكانات متقدمه في مجالات السلامه العامه وخدمات الطوارئ الطبيه وانفاذ القانون وبهذه المناسبة عرب معالي وزير الداخلية عن أسماء آيات الشكر والتقدير لجلالة الملك المعظم على التوجيهات الملكية السامية والتي كان لها الفضل في زيادة كفاءة الأداء الشرطي وتعزيز مسيرة التطوير والتحديث في المنظومة الأمنية مثمنا دعم واهتمام سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتطوير الأداء الأمني ومواجهة التحديات الأمنية بالكفاءة والجاهزية المطلوبة واكد معاليه على ما تتيحه هذه التقنيات من دعم واسناد لطيران الشرطه وتعزيز دوره في مجالات حفظ الامن والسلامه العامه والاسعاف الجوي لافتا الى ان تطوير كفاءه طيران الشرطه يشكل جانبا مهما في الاداء الامني